رفضت أقف جنب جوزي لما احتاجني، وكان رد فعله على اللي عملته عمري ما توقعته. أنا سمر، عندي 29 سنة. هحكي لكم حكايتي اللي ابتدت من 8 سنين لما تعرفت على وليد. كنا بنشتغل في شركة بسيطة لمنتجات الألبان، عشنا أحلى قصة حب لمدة سنتين. لكن بعد كده بدأت أحس إن الشركة كلها بتجيب في سيرتي بالباطل، لحد ما في يوم قلت له: بصراحة يا وليد، أنا ما عادش عاجبني اللي بيحصل ده. أنا سيرتي عادت على كل لسان عشان ما فيش أي حاجة بتربطنا رسمي. رد عليا وقال: هعمل إيه بس يا حبيبتي؟ ما أنت اللي رافضة نتجوز في شقتي اللي ببيت والدي، زي أخويا الكبير وأخويا الأصغر مني، ومصعبة الموضوع عليا قوي، ولازم إن أنا أشتري شقة برة. وأنا يا دوب الفلوس اللي معايا على قد تشطيب الشقة اللي ببيت أهلي. رديت عليه بعصبية وقلت له: يو يا وليد، هو أنا كل ما أكلمك على جوازنا تقولي بيت العيلة؟ أنت عارف كويس إن ضد الفكرة دي. أنا مش عايزة حد يقيدني، وعايزة أعيش حياتي بحريتي. رد عليا وقال لي: طيب يا حبيبتي، نتجوز في الشقة دي، وبعد كده أول ما ربنا يكرمني نشتري على طول شقة قريبة من مكان شغلنا. ما كانش قدامي أي حلول تانية، وفعلاً اتجوزنا ببيت العيلة. وطبعاً حياتنا ما كانتش بتخلى من المشاكل كل يوم، غير السلايف وكره منهم، كره غريب. لكن عمري ما شفت من حماتي ولا حماية أي حاجة وحشة، ولا من وليد، لأنه ما كانش بيفكر غير فيا. كان بيشتغل شغل تاني بعد الشركة عشان يقدر يوفي وعده ليا ونخرج من بيت العيلة ويكون ليا شقة لوحدي. وفي يوم كنت راجع من شغلي هلكانة، لقيت سلفتي الكبيرة بتقول لحماتي: يعني هي تخرج تشتغل كل يوم عشان تكون مستقبل ليها هي وجوزها، وإحنا شغالين خدامين عندها ببلاش؟ ردت حماتي عليها وقالت لها: وليه يا بنتي تغلطي فيهم كده؟ بدل ما تقولي ربنا يعينهم، هو ده اللي ربنا قدرك عليه؟ وبعدين أنا مش بقفلك على حاجة، أنا بقولك اعملي اللي تقدري عليه، واللي مش قادرة عليه بلاش منه. ردت عليها وقالت: آه، ما أنت لازم تدافعي عنهم، ما هم اللي في القلب، عشان هو اللي بيجيبلك علاجك اللي بقد كده كل شهر. ردت وقالت بحزن: الله يسامحك يا بنتي، أنت بتعايريني بمرضي. بصراحة اتفاجئت إن وليد بيجيب لي والدته كل شهر علاج، كنت مستغربة قوي إنه ما جابليش سيرة عن الموضوع ده. طلعت شقتي وأنا في قمة عصبيتي من الكلام اللي سلفتي قالته عليا. وبصراحة سلفتي الصغيرة كانت طيبة جدا وملهاش في أي حاجة، بتحب الخير لكل اللي حواليها. وأول ما وليد رجع سألني وهو مستغرب: منزلتش ليه عشان الغدا؟ حكيت له اللي سمعته وأنا متأثرة قوي. رد عليا وقال: معلش، هي طبعها كده، بس ما ترديش عليها عشان خاطر أمي. رديت عليه وسألته: هو أنت ليه ما جبت لي السيرة عن حكاية علاج مامتك ده؟ رد عليا بحكمة ما فهمتهاش إلا متأخر بسبب أنانيتي. لقيته بيقول لي: أنت لما بتطلبي مني أي طلب أنا بتكلم فيه مع أمي. رديت عليه وقلت له: لا طبعا. قالي وهو بيبتسم: وزي ما ده حقك برضو حق أمي عليا إني ما جهرش بالحاجة اللي بجيبها لها. رديت بعدم اهتمام إني أعرف مالها واطمن عليها واسأله ده وإيه اللي خاص بيها، على عكسه تماما لما بيعرف إن أمي تعبانة بيجي معانا أنا وهي للدكتور، وبيجيب لها الدواء لأنه عارف إن والدتي ملهاش غيري بعد وفاة والدي. فقلت له: طيب حاجة ما تخصنيش، المهم أنا معايا مبلغ من أول ما اشتغلت، نحطهم على المبلغ اللي معاك ونشتري شقة على قدنا. بصراحة في الأول كان رافض تماما فكرة إني أساعده، وبعد إلحاح شديد مني وافق، بس قال لي بشرط: هكتب لك نص الشقة باسمك. بصراحة شفتها فكرة كويسة، وفعلا اشترينا شقة وعشنا سنتين كنت فرحانة فيهم جدا، وخرجت من بيت العيلة أخيرا. وفي الفترة دي ربنا كرمني بفريدة، وكنا عايشين في قمة سعادتنا، لحد ما في يوم رجع وليد حزين جدا. فسألته وقلت له: مالك يا وليد، انت كويس؟ رد علي وقال: بصراحة يا سمر، في حاجة عايزة اتكلم معاكي فيها، بس اتأكدي اني ملقتش حل غير ده بعد ما كل الطرق اتسددت في وشي. حطيت ايدي على كتفه وانا بقوله: في ايه؟ خضتني، قولي مالك.
رد عليا وقال: زي ما انتي عارفة أمي تعبانة وكل يوم حالتها بتتدهور، ومن 3 أيام الدكتور حدد لها عملية غالية قوي. حاولت استلف من كل أصحابي، للأسف محدش معاه المبلغ ده. قدمت على قرض واترفض، حتى أني طلبت سلفة من الشغل رفضوا. ما لقيتش قدامي غير أني أطلب منك أن احنا نبيع الشقة ونرجع شقتنا القديمة عشان أعمل العملية لأمي. رديت عليه بدون أي رحمة ولا عطف مني، ولا أكنها أمه، وقلت له: نعم، أنت بتقول إيه؟ أنت عايز تبيع الشقة اللي تعبنا طول المدة دي عشان نشتريها؟ عايز تبيعها وتخلينا نرجع بسهولة تاني عشان خاطر عملية أمك؟ وش معنى أنت اللي دايماً بتتصرف في الفلوس؟ إخواتك فين من كل ده؟ ولا أنت بس اللي دايماً في وش المدفع؟ لا طبعاً، أنا مش موافقة أن أبيع الشقة دي. بصلي نظرة عمري ما هقدر أنساها في حياتي، نظرة كلها خيبة أمل. ورغم كده فضل أسبوعين بيحاول يقنع فيا وأن ربنا هيعوضنا ونشتري غيرها، لكن للأسف رفضت. لحد ما فقت على الخبر اللي دمر حياتي، وهو موت أمه. ومن اليوم ده وليد بقى شخص تاني خالص. كان الأول بيجيب لنا أنا وفريدة كل طلباتنا، وما كانش مخلينا محتاجين أي حاجة. لكن في حاجة غريبة بتحصل بقى، أول ما بيرجع من الشغل بيدخل الأوضة يقفل على نفسه، وما يخرجش منها غير وهو رايح الشغل تاني يوم. في الأول كنت فاكرة إن ده شيء طبيعي، لأنه لسه زعلان على أمه، وإن الأفضل إن نسيبه يقعد مع نفسه زي ما هو حابب. لكن الموضوع طول قوي، وفي يوم خبطت على باب أوضته وقلت له بحزن: خلاص يا وليد، ربنا يرحمها، كفاية اللي بتعمله في نفسك. رد عليا وقال لي بصوت مخنوق: إيه اللي بعمله؟ مش فاهم. رديت وقلت له: أنت ما بقتش تقعد معايا ولا بتلاعب فريدة زي الأول. رد عليا بطريقة وقال: أقعد معاكي؟ أنت مش فاهمة أنت عملتي إيه فيا. رديت عليه بصدمة وقلت له: أنت بتتهمني بموت مامتك الله يرحمها عشان رفضت أفرط في شقتي وتعب سنين شغلي؟ رد عليا وقال: لا، مش بتهمك بموت أمي، لأن ده عمرها آجلا أم عاجلا. قلت له: أمال إيه اللي أنا عملته طالما أنت مقتنع إن ده عمرها؟ رد عليا الرد اللي دبحني بسكينة تلمع لما قال: اللي أنت عملتيه هو أنك اشتريتي 6 سنين حب ليكي بتمن الشقة دي. كنت حاجة كبيرة قوي عندي، لكن للأسف كنت أعمى لدرجة أني ما شفتش أنانيتك. وسابني ومشي. كلامه صدمني، حسيت بغلطتي وحسيت أني غلطت في حقه وبالذنب ناحية حماتي. فضلت أكتر من 6 شهور بحاول أصلح العلاقة، لكن للأسف كانت بتسوء أكتر وأكتر. وتدور الأيام وجي الوقت اللي ما كنتش عاملة حسابه، يجي الوقت اللي أكون في عز ضعفي وأعيش نفس موقفه. والدتي تعبت جدا لأنها مريضة قلب، حالتها اتدهورت جدا لدرجة إنها كانت محتاجة تسافر عشان تعمل عملية كبيرة برا مصر، وشقة والدتي كانت بالإيجار. كنت حاسة إني في دوامة ملهاش أول من آخر، وأنا مش عارفة هدبر المبلغ ده إزاي، ولا هقدر أستحمل إزاي إن يجرالها أي حاجة. حسيت وقتها باللي حس بيه وليد، حسيت بوجعه وبجرحه اللي ما كنتش بفكر فيه. كل الطرق اتسدت في وشي، وبالرغم من كل ده ما لقيتش غيره. رحت له وانا متاكده انه هيرفض، خصوصا انه اعترف لي ان ما عادش بيحبني، بس قلت هي محاوله ابقى عملت اللي عليا. رحت له وانا بعيط وطلبت منه نرجع الشقه اللي ببيت اهله ونبيع الشقه دي عشان اساعد امي تعمل العمليه. اتصدمت لما رد عليا وقال: من بكرة الصبح هجيب عربيات تنقل العفش، وكمان هشوف مشتري. وفعلا باع الشقة واداني فلوسها، وكمان كمل لي عليها من معاه. ساعتها بس حسيت ببشاعة اللي عملته. سافرت مع أمي عملت العملية ونجحت الحمد لله. وأول ما رجعت جريت على وليد وشكرته وبكيت، وطلبت منه يسامحني وقلت له: أنا أحاول أرد لك تمن نص الشقة وفلوسك كلها. كانت الصدمة الحقيقية لما رد عليا وقال: أنا مش عايز حقي في الشقة ولا الفلوس اللي دفعتها، أنا عملت كده عشان أساعد والدتك وتبقى صدقة جارية على روح أمي الله يرحمها.
أنا عايزة أقولك على حاجة عشان ما تتفاجئيش، أنا هتجوز، ولو عايزة تفضلي على ذمتي هسيبلك الشقة دي أنت وفريدة، وكل طلباتكم مجابة، وأنا هأجر شقة أتجوز فيها، ولو عايزة تتطلقي كل حقوقك هتوصلك. ساعتها بس عرفت إن خسرته للأبد، ومش بس كده، أنا دمرت حياتي كلها بإيدي. هو كان جنبي طول الوقت وبيحاول إنه يسامح ويكمل، بس ما قدرش. ويمكن اللي حصل مع والدتي كان الألم اللي رجع يكتب ويفكره بكل اللي حصل قبل كده. أنا خسرت، بس خسارتي كانت كبيرة، خسارة زوج وحبيب وصديق، وكسبت وجع هيفضل معايا العمر كله، كل ما افتكر هو عمل ايه مع امي وانا عملت ايه مع امه. اتمنى اللي حصل ده يقدر يفيد اي حد يسمع قصتي للاخر، ويتعلم ان اكيد هيجي عليك الوقت اللي هتحتاج فيه للمساعده، ويمكن تلجأ لنفس الشخص اللي طلب مساعدتك، وساعتها هو واخلاقه معاك.